رابح يا كابتن هداف في المرمى ست الأهداف تبقى دوما في الأوصاف مثال الشاب الناجح رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعب رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعب جوليان لوكا والأجنحة طريق جولاته رابحة جوليان لوكا والأجنحة طريق جولاته رابحة بتوجيه من رابح بتوجيه من رابح رابح يا كابتن هداف في المرمى ست الأهداف تبقى دوما في الأوصاف مثال الشاب الناجح وها هو روبس يطبب وها هو بيرتين يدرب وها هو روبس يطبب وها هو بيرتين يدرب وها هي دي أن الصديقة وها هي كاترين الرقيقة وها هي دي أن الصديقة وها هي كاترين الرقيقة رفاق الكابتن رابح رفاق الكابتن رابح رابح يا كابتن هداف في المرمى ست الأهداف تبقى دوما في الأوصاف مثال الشاب الناجح أجل تمرنا بكل عزيمة ولذلك فزنا على منافسنا مارغريتا مباراة رائعة حدثت الكل عنها في المدرسة أنا أيضا وأنا أيضا أنا أريد أن ألعب ثانية روبرتو كما تريد لكن هذه المرة سألعب أفضل منك أنا أريد أن أسجل هدفا وأنا أيضا مرحبا يا أصدقاء عندي أخبار جيدة هذا صحيح؟ ستقام في جنوة دورة لكرة القدم وسوف تدعى دورة كأس جنوة كأس جنوة؟ وبما أن كرة القدم نشأت هنا في جنوة فستكون أول دورة تذكارية ما رأيكم ستكون مناسبة لامتحان قوتكم ستتنافس بالتأكيد أقوى الفرق في جنوة بما فيها فريق سان بوديستا الأمر مثير إذا لعبنا كالسابق سيكون الهجوم ممتازا بالتعاون بين مهاجمي الفريق رابح وأنا وروبرتو كذلك إذا شددنا دفاعنا فسنلعب مباراة نظيفة ما دمنا نتحدث بهذا الحماس فسوف نفوز صح؟ حسنا سنشترك بالدورة سنبذل جهدنا موافقة؟ أظن أن مشاركتنا في دورة كبيرة مثل كأس جنوة تعتبر حلما أيها الأصدقاء تخيلوا دورة رسمية كهذه تشاهدها جماهير غفيرة ويهتف لي أصدقائي بينما أسجل 3 أهداف متتالية هل سيحضر المشجعون المباراة؟ دائما تتفاخر أنك محبوب جدا ولكن لم نتعرف إلى مشجع لك حتى الآن طبعا لا كنا نخسر حتى الآن لذلك لم أدعوهم للمباريات لشعوري بالحرج بشوق شديد للمباراة الحاسمة المقبلة حقا رائع
وأنا أيضا. لا تصدقوني حسنا، تعالوا معي وسترون بأنفسكم. أليست هذه مدرسة الباليه؟ زميلة روبرتو، هل يمكن أن أجل، إنها تدرس هنا، سوف تنتهي الدروس قريبا. أرجو أن لا تتهرب وتقول لا أصدق أنك ما زلت تشك بي. هيا ندخل أيضا. ولكن ماذا تفعل يا روبرتو؟ رابح، هل أمي يا شباب؟ روبرتو، كيف دخلتم إلى هنا؟ كنا نمر من هنا وأراد أصدقائي أن يتعرفوا إليكم. أحسنت روبرتو، فعلا لديك مشجعون كثر. تكون هذه الفتاة؟ أي فتاة تقصد روبرتو؟ لا 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 شيء، على فكرة سنشترك في كأس جنوة، شاهدوا الدورة وشجعونا. بالتأكيد. ماذا يجري هنا؟ هيا لنذهب، إلى اللقاء. ولكن لحظة، لم أعرف عن نفسي حتى الآن. لا وقت لذلك، رابح هيا. هيا حسنا. سيكون من المناسب أن نلعب ضد جوليان وماريو في الدورة. يا ترى ما هي الفرق الأخرى المشاركة؟ على أي حال، بما أننا سنلعب ضد فريق قوي، أنا وأنا سنطور اللعبة الثنائية. أجيبي، ما الأمر أنا؟ أنا لما لا تخبري رابح؟ الحقيقة رابح، عرض علي أن أنضم لفريق السيدات القومي لكرة القدم. فريق السيدات؟ طبعا، ولكن انضمامي لا يعني أني سأكون لاعبة درجة أولى. سأبذل جهدي، إذا فزنا في المباراة التمهيدية في أوروبا سنشترك في كأس العالم للسيدات. هذا مثير حقا، أليس كذلك؟ أكاد أطير من الفرح. كأس العالم للسيدات؟ نعم، لذلك يجب أن أنسحب من الفريق. ماذا؟ للأسف، خصوصا بعد أن صدقت الجميع. لعل هذا يخيب أملكم، ولكن لما لا نتمنى لها التوفيق في ذلك؟ أجل، بالتأكيد. ماذا؟ هل ستتركيننا يا أنا؟ يؤسفني ذلك في وقت كهذا. لست ملومة، ثم أنه شيء جميل أن تمثل إيطاليا وتلعب في كأس العالم للسيدات. هذا صحيح، ولكن بصراحة سيخسر فريقنا كثيرا بذلك، خصوصا أنها لاعبة هجوم ممتازة. لا لا تقلقوا أبدا، ما زلت مع رابح، ثم إن الوضع سيتحسن حالما تترك الفريق تلك الفتاة. لكن لا تنسوا، هناك وقت كاف قبل أن يبدأ فريق السيدات في التمرين. في هذه الأثناء سأدرب رابح وروبرتو على إتقان اللعبة. بالتمرين طبعا. فليكن كما تريدين. إذن هيا للتمرين. أنا مستعد، هيا. سأحل مكانك. رابح هيا صوب. إنه جوليان من فريق سان بوديستا. ذلك الشخص ماذا يريد؟ ما بك رابح؟ هيا سدد. حسنا، اسعد. خذ.
صد كرة رابح تلقفها بسهولة بيد واحدة. الآن حاول أن تصد كرتي، مفهوم؟ جوليان جاء ليسخر منا ومن فريقنا، هيا امنعوه يا شباب. انتبه، هذه كرة سريعة. كرة رهيبة، هذا مستحيل. الكرة اختفت. اسمع، لا تفرح لمجرد أنك سجلت 3 أهداف متتالية، هذا هو الفرق بيني وبينك. وأنتم أيضا لا تحلموا كثيرا ولا تستهينوا بكرة القدم. جوليان هذا يتفاخر أمامنا لأنه من فريق سان بوديستا. روبرتو، كزميل سابق في الفريق سأسدي لك نصيحة، لا تنسى يجب على الهداف الأول أن يسجل الأهداف دائما، إذا لم تفعل ذلك باستمرار تصبح مرتبة الهداف الأول مجرد حلم. إن كنت هدافا أرني مهارتك. حسنا، إلى اللقاء. إذن هذا هو لاعب سان بوديستا، ما أبرد أعصابه. لما تقول هذا؟ لا يهمني إذا كانت الكرة سراباً أو لا، ولكن كيف اختفت؟ لكن نحن رأيناها بأم أعيننا. لعلنا عندما طارت الكرة بسرعة خيالية توهمنا أنها اختفت، ولكن إضافة إلى ذلك إنه هداف أول في فريق سان بوديستا يقوم بتصويب كهذا، ما أشرسه. كنت على صواب بشأنه يا بيرتيني. لسنا هنا لنثني عليه أيها الطبيب. صحيح، إن ذلك قد صدم رابح. أيها الطبيب روبسون، باعتبارك مدرب رابح، أليس من سبيل لمساعدته؟ لا تنسى أن على الهداف الأول أن يسجل الأهداف دائما، إن لم يفعل تبقى مرتبة الهداف الأول مجرد حلم. أصب كل غضبي على الكرة. أنت الذي خطفت مني الكرة؟ حصل لك شيء؟ لا 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 بأس. دودو، رأيتك، صحيح؟ أنا اسمي رابح. وأنا كاترين.
هل ترقصين الباليه؟ أجل، ففي المعهد طالبات من كل أنحاء العالم، ونحلم أن نفوز بلقب الفنانة الأولى. في كل يوم نقوم بتمرينات شاقة، لكنني أعلم أنني سأتابع حتى النهاية. تحلمين بلقب الفنانة الأولى؟ أجل، ولكن هذا مجرد حلم. في الواقع في الامتحان المقبل سيتم اختيار بعض الطالبات لدور الفنانة الأولى، ولذلك كنت أتمرن بجهد كبير، لكنني أواجه بعض الصعوبات. آسفة، أتكلم عن نفسي، وأنت ماذا تفعل؟ مثلي تماما. أنا أيضا جئت إلى إيطاليا لكي أتعلم كرة القدم هنا، وأنا مثلك تماما، أحلم بأن أصبح الهداف الأول في العالم. لست مثلي، أنت مختلف، أنت لست جبانا رابح. كنت دائما أعاني من الإحباط الشديد، ولكنني بعد أن استمعت إليك أدركت أنه ينبغي ألا نتخلى عن حلم كبير. لن أستسلم أبدا، الكرة هي حياتي، ولن أتخلى عن شيء بهذه الروعة. لن أتخلى عنها أبدا في حياتي يا كاترين، مهما كان الثمن. سوف أريك شيئا. بوسعي ثانية، لذلك لا تيأسي أنت أيضا. انظري كاترين، حتى توتو شجعنا. شكرا لك، شكرا جزيلا. توتو، شكرا لك أيضا. رابح، قف حيث يقف حارس المرمى. الطبيب روبسون؟ حسنا. حسنا، استعد. خذ. إنها مرتفعة. تصورتها ستطير فوق المرمى، ولكنها دخلت من تحت العارضة فقط. كانت هذه كرة روبسون كالمظلة. ماذا؟ كرة كالمظلة؟ للأسف لا تدخل الشباك دائما، هي كرة فيها حيلة. ألا تعتقد ذلك يا رابح؟ ماذا تقصد؟ قد تخدع حارس مرمى مبتدئ، لكنها لا تخدع حارس مرمى مجربا. هل تفهمني رابح؟ عندما تسقط الكرة تخف سرعتها، لذلك في المرة الثانية يستطيع الحارس توقع وجهتها. صحيح، هذا لأنها ليست كاملة. سأتمرن لأجعلها كاملة، سأبذل كل جهدي. شكرا لك رابح. ستلعب أنا في كأس العالم للسيدات، وستمثل كاترين دور الفنانة الأولى، وأنا أيضا سأقوم بتحقيق حلمي. لا يجب أن نتدخل بكل أمور رابح، فسوف يكون بخير يا أنا. لكنني قلقة على بقية اللاعبين، كانوا متحمسين جدا لكأس جنوة، لكنهم أحبطوا عندما شاهدوا مهارة جوليان. حقا إنني أرثي لهم جميعا. غدا سأقوم أنا بيرتيني ببث الحماس فيهم. الواقع أن كولومبوس ليس لديه مدير،
ما رأيك في أن تكون المدير بيرتيني؟ أنا المدير؟ هل تمزح أيها الطبيب؟ كما قلت منذ اليوم سأكون مديركم والمسؤول عنكم، أفهمتم؟ لا يتم القرار بهذا الشكل، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد. أصمتوا، لا أحد يريد هذا المركز، وأنا أيضا مشغول، وإذا استمر الحال كذلك فمعناه أنكم ستخذلون رابح، لذا سأساعدكم. يقول ذلك لكنه ليس منزعجا، أليس كذلك رابح؟ صدقتي. ما رأيك روبرتو؟ ما دمنا سنلعب في دورة رسمية سنظهر بمظهر غير لائق بدون مدرب، أنا لا مانع عندي. اتفقنا، سأدربكم تدريبا شاقا، فيجب أن تصبروا. حسنا اتفقنا أيها المدير بيرتيني. المدير بيرتيني رائع. سيد بيرتيني. المدير، لقب المدير، فهمت؟ لا مشكلة، ولكن ألا يجب أن نجد بديلا لأن أم أننا سنلعب بعشرة لاعبين؟ صدقت في ذلك. سأنضم إليكم. رأيناك ذلك اليوم. اسمي لوكا، انتقلت للتو إلى هذه المدينة. لكنك كنت تمتدح جوليان في ذلك اليوم، لماذا لا تنضم إلى فريق سام بوديستا؟ أنت لم تفهم، لو كنت في فريقه لما استطعت أن ألعب ضد جوليان. إذا كنت في فريق قوي لن ألعب ضد لاعبين أقوياء، لهذا أريد أن ألعب مع الضعفاء. ماذا ده؟